تحديث جديد عدل خريطة كبيرة، جبت لكم أجمل مشاهد وأفضل مشاهد، حتنبسطوا كتير بخريطة فانغارد جديدة. خليكم معي. يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. معكم أونست من قناة أونست آرت. جبت لكم بهذا المقطع أجمل مشاهد بكل شيء، يعني نهر، أطول نهر، بركة، أطول بركة، أكبر أعلى قمة، أكبر جبل. خلينا نشوف نحن وياكم وننبسط بهيدي الجرافيكس الرائعة. أكيد ما ننسى الاشتراك والجرس واللايك. شوف الدقة في الجرافيكس، شوف الدبان، هذا الذباب إذا بتلاحظوا على الضوء، خارج الضوء ما فيه. هذه خريطة جديدة اللي اسمها باسيفيك، خريطة فانغارد. أكيد نحن انتهينا من الفيردانسك وهلا انتقلنا لخريطة الباسيفيك. شوفوا الفراشات. هلا أنا هون جبت لكم أفضل المقاطع، حفرجيكم بعد على اشي اكتر واكتر. هون الفراشات لكيف انه الجرافيكس عم تتحسن، وعلى فكرة حجم اللعبة صار اقل بشوي. في عالم عم بتواجه مشاكل حارجع اشرح فيها ان شاء الله بمقاطع تانية. هيدي منطقة البركان. هلأ فوق اعلى قمة هي البيرك، هيدي منطقة البركان. هلأ مش 100% بركان، هلا لازم يزبطوا شوي كان فيها الجرافيكس ولحتى تقدر او تنحرق او شيء، بس ما بيأثر. هيدي منطقة البركان، هيدي يعني تحت اعلى قمة هي البيرك. عندكم هيدا الشلال واعلى جسر بالخريطة، يعني اعلى جسر بالخريطة هيدا اللي بيربط مش الجزيرتين، بيربط منطقة بمنطقة تانية وفي نهر على اليمين. عن جد مشاهد فظيعة، يعني أكثر ما حكيت وأكثر ما أحكي وأشرح إذا ما حدثتوها حدثوها. هيدا الكيف بتاع البيرك، شوفوا لحظة، شوفوا كيف المي كيف عم تنزل. هون في مفاعل نووي، في مفاعل نووية. هلا بتشوفوا هون البركان اللي انا فرجيتكم عليه قبل، كمان هو بينتقل لهون. شوفوا الاضاءة، هاي الحجارة كيف حلوة، هاي الكيف المغارة، شفتوا الاضاءة كيف، وهيدا المي رزاز المي كيف نازل. هولي في عدة اشياء بتفوتوا عليها. هون البركان هلا حاطين خشب، اكيد ما فينا ننزل يعني مسكرة. ليك هون الإضاءة كيف، إذا لاحظتوا في ألوان، لأن في رزاز وفي ضوء، يعني واقعية بشكل رائع جدا. وحاطين لها أنتي تشيتس، يعني إن شاء الله هاكرز بعد ما صادفنا ولا أي هاكرز الحمد لله. حنزل كمان بعد مشاهد أكتر وأشرح على الأفضل الأسلحة، وحفرجيكم الجليتشات كمان اللي بقلبها اللي بتجلش الشخصية وبتجلش السلاح. هون جبت لكم الطاحونة، منطقة الضيعة فيها طواحين، هاي الطاحونة بتشتغل عبر النهر وبتسمعوا صوتها بصير يعمل هيك يبرم. ما ننسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ولايك إذا عجبكم المقطع. هيدي هي منطقة الطاحونات، يعني صراحة بكون عم بلعب بلاقي حالي رحت على منطقة تانية، صرت نبش فتش. شوفوا البحر، لك لونه تركوازي، ازرق نيلي، لك التدرج الالوان كيف الشط كيف بيكون. هذا المشهد كتير عجبني فسيفته وقلت لازم حمله. اذا بتشوفوا البقع السوداء هناك، هول البقع يعني هول بيكون في تحتهم صخور، شفتوا التدرج كيف، لك الموج. عن جد تعبانين بالخريطة كتير، تعبانين فيها، يعني كود 18 أو كود تعيد فانغارد فيها كتير من الديتيلز، كتير من التفاصيل. لك الجسر، النهر، عامل أبيض يعني من الموج. هيدي
بتشوفوا هذا جسر صغير، جسر قديم جدا، هولي في قنيات النهر. هذا المنظر عجبني صراحة وحبيت سيفه. هون كمان بدنا ننتقل، بدي فرجيكم انه في مسبح بقلب الجزيرة وحض النهر. يعني لفت لي نظري صراحة، فقلت بدي احط هذا المقطع، لفت حبيته، قلت بدي احط هذا المقطع انه مثل في بسين مسبح في قلبه مي وحده في نهر، مثل ما شايفين النهر وشلال الكلوبلات كيف شكله حلو. هون منطقة هيدي كمان حد البيرك تقريبا، هيدي الصخرة، في صخرة شهيرة هيك بأمريكا بتكون واقفة، فحبيت هذا المنظر لما أوقف هون. إذا بتلاحظوا تحت الضباب والغيوم، منطقة جبلية مثل لبنان، هيك لبنان تكون أنت واقف فوق بتلاقي تحتك الضباب. هيدي ميلة البيرك بس من ميلة تانية. هاي البركة هيدا أطول شلال بالخريطة، أعلى شلال، لازم بس يحطوا شوية سمك بعد وتكب الصنارة مثل فورتنايت. يعني تحديث جديد، تحديث ضخم، وهلأ رجعوا حدثوا ورجعوا نزلوا بعد 14 جيجا. إن شاء الله ما تكون كل العالم معلقة فيه، وحرجع نزل مقطع شرح. هيدي هي الجرافيكس. اكيد انا هلا على البلاي ستيشن 4، على البلاي ستيشن 5 محسنة احسن شوي صغيرة. هيدا التلفريك كمان عندنا منه بلبنان، بتنتقل فيه من البحر لمنطقة جبلية تكون بجوني. كمان نفس الشيء هون، نحن عندنا منه هون بلبنان الحمد لله. يعني هيدا هو التلفريك، شيء حلو. في تفاصيل حلوة، بدي بعد أكتر شغلة عجبتني، يعني مثل ختامها مسك، البرك السخنة، حمامات الساخنة. هيدي البرك طلع لك فجأة ومي سخنة تنزل تفجر بيطلع، هيدي مي سخنة. هون المقاطع، فإذا كان وما ننسى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس إذا عجبكم المقطع. اكتبوا لي كل شيء بالتعليقات، أنا برد على جميع التعليقات.